السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، والتي نتناول فيها الليلة مخرجات ملتقى نالوت للمصالحة والوحدة الوطنية، التي جاء في مقدمتها التأكيد على وحدة التراب الليبي والسعي إلى رأب الصدع وإعلان مبدأ التهدئة الشاملة. فإلى أي مدى يمثل ملتقى نالوت للمصالحة انطلاقة جديدة للاتفاق بين الليبيين؟ أي دور تبناه الملتقى في توحيد القبائل الليبية تحت راية واحدة؟ وما هي الثوابت المشتركة التي أعلنها البيان الختامي لملتقى نالوت للمصالحة والوحدة الوطنية، ومدى إمكانية التزام بها من مختلف الأطراف؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة. ينضم إلينا عبر الهاتف من نالوت كل من المنسق العام لرئاسة مجلس شيوخ ليبيا أيوب الشرع، رئيس لجنة الاستقبال بملتقى نالوت للمصالحة والوحدة الوطنية عمر جنان، من الأبيار يشاركنا في الحوار رئيس الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ برقة فرج العبدلي، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس معنا الباحث القانوني والسياسي محمود إسماعيل. أرحب جميعا بضيوفنا ومشاهدينا، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير. لملمة الجراح ورأب الصدع والعيش في أمان في ظل دولة قانون ومؤسسات ليس فيها غالب ولا مغلوب، فيها جبر للضرر ورد للاعتبار واسترجاع للحقوق. كانت هذه الغايات التي استند إليها ملتقى نالوت للمصالحة الوطنية المنعقد بمدينة نالوت في 16 و17 من سبتمبر الجاري. الملتقى شهد تمثيلاً لجميع أنحاء البلاد، سعياً من منظميه لتوحيد الصفوف، بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات القضائية والعسكرية والأمنية في ليبيا، والإفراج عن كافة المعتقلين وتفعيل قانون العدالة الانتقالية لضمان تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن الواحد بحسب مشاركين في الملتقى. عودة المهجرين والنازحين ومحاكمة السجناء بطرق قانونية، خطوة طالب بها ممثل المنطقة الشرقية رزق حنيش، الذي أكد دعم قبائل برقة لجهود المصالحة الوطنية بين المدن وبناء جيش وطني موحد وقوي لمحاربة الإرهاب في كافة المناطق حسب وصفه. وكشف ممثل بلدية الزنتاني في الملتقى شعبان بن حامد عن وجود عمل جدي بين جميع الأطراف للوصول إلى مصالحة شاملة، داعيا إلى الاجتماع على كلمة واحدة تجمع شمل الليبيين في الداخل والخارج بما يعود بالنفع على المواطن الليبي وينهي الأزمة الحالية. وبدوره أشار عميد بلدية نالوت عادل عسكر إلى تقديم الوفود القادمة من المنطقتين الغربية والشرقية تنازلات كبيرة في سبيل الوصول إلى إيجاد حل للأزمة في البلاد، كما أوضح أن الخلافات بين الأطراف المشاركة كانت كبيرة لكن الحوار أدى إلى تقارب وجهات نظر فيها. ملتقى نالوت وإن شابها خلاف بشأن إلقاء الكلمات، فقد أكد بيانه الختامي على وحدة التراب الليبي ورفض جميع أشكال التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، بالإضافة إلى رفض أي اجتماعات تخص الوطن خارج حدوده، وتأكيد على الحوار الليبي الليبي ودعم مؤسسات الدولة المتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء تحت شرعية الدولة الليبية، وإعلان مبدأ التهدئة الشاملة، وخلص إلى تشكيل لجان تتولى رسم خارطة طريق للمصالحة الوطنية. نبدأ الحوار معك سيد الشرع، إلى أي مدى يمكن القول أن ملتقى نالوت يمثل انطلاقة جديدة لاتفاق الليبيين بالنظر إلى ما وقع اليوم في الملتقى؟ هي طيبة لكم وللسادة المشاهدين وضيوف الكرام. أشك أن هذا اللقاء يأتي أمام ظروف صعبة واستثنائية تمر بها البلاد، وكذلك تحديات تتطلب من كافة القوى الوطنية بالتحرك لرأب الصدع وتهدئة بؤر التوتر والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذا التشطي وهذه المرحلة الصعبة. أعتقد أن الوفود التي حضرت يوم أمس وقبله الخميس ممثلة جغرافيا على كافة مناطق ومدن البلاد، والتي أكدت جميعا على وحدة التراب الليبي وعلى أنه لا مخرج ولا ملجأ لما تمر به ليبيا إلا بحل حقيقي يصنعه الخيرون من رجالات الوطن في الداخل. فكل هذه الرسائل دلالة واضحة على أن الوحدة الوطنية الجامعة للليبيين ما زالت متماسكة. الكل أعلن الحقيقة المصالحة الحقيقية الذي ينبغي أن تبنى وفقا للأسس العلمية والقانونية والعرفية اتجاه ما يجري،
كل الأطراف دلوت بدلوها. هناك اجتماعات جرت يوم الأمس وصباح هذا اليوم، مساء صباح اليوم افتتح أعمال المنتخب بكلمات عن الوفود المشاركة، تلي بعد ذلك البيان الختامي لأعماله. مثل هذه الاجتماعات تعزز من هذه القيم، القيم التسامح. هل انت اشرت الى ان كل الوفود حضرت، هل كل الوفود ظلت في نالوت ام ان هنالك وفود قد انسحبت؟ لم ينسحب احد، ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام اتجاه خلافات وغير ذلك. بطبيعه الحال هذه حاله صحيه يجب التعارف عليها ويجب القبول بها. النقاشات امر ضروري جدا، والمصارحه والمكاشفه والابتعاد عن اللقاءات التي تجري في السابق من مشاعر وعواطف وغير ذلك. وجود المناطق والمدن الليبيه اليوم في نالوت هنا في اقصى الغرب الليبي رساله واضحه الى العالم والى كل من يتابع الشان الليبي بان فعلا الليبيون قادرون على تحقيق ووئام وحفاظ على سلم اهلي مشترك يؤخذ البلاد من هذه الحالات التي تمر بها. طيب سيد جنان، بناء على ما جرى اليوم في الاجتماع، ما الاستراتيجية التي لربما اتفقتم عليها بغية تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات بين الأطراف عمليا على الأرض؟ لم أسمع السؤال بالضبط يا أختي، كان ممكن. هل توصلتم إلى الاتفاق على آلية لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات الحاصلة بين الأطراف على الساحة الليبية؟ نعم توصلنا إلى بعض الاتفاق. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. الشكر لقناة ليبيا الأحرار ولمشاهديها الكرام. أقول بخصوص التوصل إلى المقاربة بين الأطراف المختلفة في ليبيا، توصلنا إلى نسبة كبيرة وقاربنا بين الفرقاء بدرجة كبيرة جدا. والمعلوم لدى الجميع أن الاختلافات موجودة في ليبيا، وأن ما وجد وما سعينا لإقرار ولم نسعى لهذا الملتقى إلا لوجود خلاف بين الليبيين، ولكن والحمد لله استطعنا أن نقرب بين وجهات النظر، استطعنا أن نجمع الفرقاء من كل التوجهات المختلفة الليبيين من كل مشاربهم، واستطعنا أن نصل وكما أسلف صديقي السيد شرع أيوب الشرع إلى البيان الذي قرأتموه أنتم في مقدمة هذا اللقاء. فأقول لك أن المقاربة يعني اجتماع الليبيين كلهم بمختلف توجهاتهم ولقائهم في نالوت في ليبيا دون أجندة ودون تدخل من أي دولة خارجية وبرعاية ليبية ليبية وتحت سقف ليبي، هذا الذي جعل الملتقى يتوصل إلى مهما حدثت. قد تحدث بعض الاختلافات البسيطة، ومن أراد أن يتحمل هموم هذا الوطن عليه أن يتحمل مثل هذه وأسميها زخات من المطر الخفيف. والشعب الليبي طيب سيد جنان، هل تمت الإشارة في هذا الملتقى إلى فرقاء أطراف معينة توجد إشكاليات بينها حتى تبدأ عملية الصلح؟ هذا لا هذه اختلافات بسيطة، والزمن كفيل بأن يردم هذه الهوة بين هذه الأطراف. قد نختلف في بعض الجزئيات البسيطة، ولكن وحدة الوطن والتركيز عليه والقرار الليبي ليبي والاجتماع في مدن ليبية وعدم الاستعانة بالخارج، والمهم في ملتقى وفي بيان مدينة نالوت والأهم أرى أنه هو تشكيل لجان لتبدأ من الآن بمتابعة كل ما يهم ليبيا من البرلمان والمجلس الرئاسي، من المهجرين، من حقوق المرأة، من كل هذه المواضيع التي وضعت. وكما تعلمون ستكون هناك لجان ستجتمع وستتواصل مع هذه الأطراف. طيب بما أنكم اتفقتم على تشكيل لجان في هذه النقطة سيد العبدلي، وبناء على ما جرى في هذا الملتقى، ما الذي ستقوم به هذه اللجان تحديدا؟ هل لديها رؤية واضحة؟ عموما شكرا على التوافق وفرصة طيبة، وكل عام وانتم بخير. وانت بألف. انا الحقيقة لم نكن مشارك
بناء على تواصلكم مع الأطراف المشاركة عن برقة. الملتقى ولم يكن لديه الوقت للأسف حتى نتتبع ما تم فيه أو بيانه عبر الوسائل المختلفة ووسائل الإعلام المختلفة. طيب، بما أنه لا تتوفر لديك معلومات، كيف تقيم هذه الخطوة بشكل عام لتقريب وجهة النظر بين الأطراف الليبية؟ ما في شك أنها خطوة طيبة، وكل من يسعى للم الشمل ول رأب الصدر الفرقاء خاصة بين الليبيين وبين المناطق المختلفة. طبعا احنا مسلمين، بما الاسلام يامر بهذا امر، فالكلمه الطيبه لها اثرها يعني، واحنا ندعو دائما للكلمه الطيبه. لكن انا ما هوش الملتقى الوحيد يعني اللي يتم فيما يخص المصالحات، هي يعني عده ملتقيات قبل الملتقى الراهي، ولم مجموعه من الليبيين ومن كل المناطق، وبالتاكيد حتكون فيه عده ملتقيات في المستقبل ولهذا الشان. وهذا حرك احنا بنرحب به، يعني كل من يسعى للخير ولرأب الكلمه الطيبه ولم شمل البلاد بشكل عام، فهذا مطلوب واحنا بنرحب به. لكن زي ما قلت لك يعني انا متاكد ان ما اوذي ولا ما اتخذ من بيان، فلا يخرج عن البيانات اللي سبقتها يعني في الملتقيات اللي تمت سواء في الغرب ولا في الجنوب ولا 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 في الشرق. طيب سيد اسماعيل، اسمح لي هنا سيد العبدلي ان ننتقل الى سيد اسماعيل. سيد اسماعيل، هل ترى ان هذا الملتقى وما جرى فيه من حوارات هي كفيله لتجاوز حجم الانقسام الحاصل في ليبيا اليوم؟ بداية، نالوت كانت وستظل حقيقة حاضرة من حواضر ليبيا، واحد أطياف اللون الليبي كمدينة ومنطقة، ويظل لزاما علينا أن يشكر أي جهد يهدو إلى مباشرة الرأب الصدع. ولكن ما يجب التساؤل إليه أو طرحه بشكل شفاف وواضح، ما هي الأسس التي بني عليها هذا الحوار؟ ثم ما هي القيمة القانونية في مخرجاته؟ ومن هم أطراف الحوار؟ لماذا لا يتم العمل على كشف من؟ سؤال يطرح ذاته هو يجب الإجابة عليه بداية. لدينا أكثر من 1865 لجنة مصالحة أو مؤتمر مصالحة، فأعطونا من الأطراف، من يصالح من؟ هذا هو السؤال الذي يطرح ذاته، ولزاما على الجميع أن يجيبوا. ما هي طرف الخصومة؟ أطراف الخصومة، ويجب أن تكون إذا كان نزاعا قانونيا، علينا إذا أردنا دولة القانون والمؤسسات أن نلجأ إلى القضاء. وإذا كنا هذا النزاع ليس قانونيا واجتماعيا، فليلجأ إلى ذلك، وإن كان هو يخضع في نهاية الموضوع لإجراءات قانونية. ثم لدينا أيضا تساؤل، من هم الأطراف الذين حضروا؟ ومن هم الأطراف الذين مثلوا؟ وهل مثلوا أنفسهم كأفراد؟ وهل مثلوا مؤسسات لديها ذمة مالية وشخصية اعتبارية؟ وهل حضرت المؤسسات الثلاث التي هي المؤسسة التشريعية والمؤسسة الذراع التنفيذي والذراع الثالث ألا وهو مجلس الدولة؟ وما حجم الحضور؟ ثم ما هي الآليات التي اتخذت وكيف بحثت؟ وهل يكفى؟ طيب سيد اسماعيل، أنت تطرح الكثير من التساؤلات. طيب، سأوجه هذه التساؤلات لربما إلى السيدة الشرع، ولكن بداية فيما يتعلق بالسؤال الذي وجهته إليك، هل ترى أن هذا الملتقى وفقا لبيانه الختامي كفيل بحل الانقسام الحاصل في البلاد؟ لا أعتقد أن هذا الملتقى يستطيع أن يضع حلا لمشكلة ليبيا. مشكلة ليبيا مباشرة في إمكانية إعادة إرجاع النظام السابق، وهو أمر منبوذ ومرفوض بالمطلق. لا يمكن أن يكون، نعم، بداية جيدة وحسنة وتشكر أي جهود يمكن العمل أو البدء في آلية الإصلاح، ولكن ما يجب الإشادة به والإشارة عليه ألا يكون هناك عبثية فيما يتعلق بأروقة الثورة ولا ما يتعلق بمبادئ الوطن. الجميع مجمع على هذا، ولكن يجب أن يكون هناك تقوية للمجتمع
المؤسسات الرسمية للدولة، ويجب أن يكون هناك فصل فيما يتعلق ما بين الأجهزة، ما بين إجراءات يجب أن تتخذ من قبل الذراع التنفيذي والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة الرقابية. يجب أن يكون هناك تقوية آليات الاجتماع. لظل الليبيون يجتمعون منذ 2011 وإلى هذا اليوم، ولكن ما هي النتائج؟ ثم ما هي القيمة القانونية للاجتماع ووجود لجان؟ فليعطنا قيمة قانونية من الممكن العمل على إعادة فرضها. طيب اسمح لي أن أنقل مجمل التساؤلات التي طرحتها سيد إسماعيل إلى السيد الشرع. سيد الشرع، هنالك العديد من التساؤلات أبرزها الآن سيد إسماعيل فيما يتعلق بالقيمة القانونية للجان التي انبثقت عن هذا الملتقى، عن الأطراف التي حضرت، هل هي ممثلة للأذرع التنفيذية والتشريعية والرقابية في الدولة الليبية، وما الذي ستقوم به عمليا هذه الملتقيات من حل في ظل تعدد الأجسام التي تعنى بالمصالحة الوطنية في ليبيا؟ نأمل أن ترتكز الحلقة على الأسئلة من طرف المذيعة. المذيعة يجب أن تكون الأسئلة من طرفها، هذا بالشق الأول. هي الأسئلة من طرفي فعلا، ولكن يحق لي الضيف أيضا أن يطرح تساؤلات والمشاهد هو من يستفيد. نعم نعم، تفضل. فيما يتعلق بالشق القانوني، أعتقد أن لا يوجد أي شيء في ليبيا الآن لديه مرجعية قانونية. السلم الاجتماعي والنسيج الأهلي للبلاد بعيد كل البعد عن الأمور القانونية. المولى عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف، هناك عرف اجتماعي متبع ينأى بنفسه عن أي انحياز من أي طرف من الأطراف. ومن ثم أعتقد أن السيد الضيف تكلم بصفة سياسية وغيرها من الأمور. المجتمعون هم المناطق والمدن والقبائل ولجان الإصلاح. إضافة لذلك أن عدد اللجان التي تم ذكرها ليس صحيح، هناك ما يقارب من 426 لجنة مصالحة تتحرك بجهدها التطوعي منذ عام 2011، ولم تتلقى أي دعم من أي جهة كانت، ولن ترضى بأن يدعمها أي طرف من الأطراف. ومن ثم لماذا نحن متشائمون من هذه اللقاءات؟ دعوا المشايخ يجتمعوا، دعوا النسيج الاجتماعي يلتقي، لماذا هذه الأسئلة دائما؟ المواطن يحتاج إلى من يكفف الجراح، إلى من ينقذ الوطن، إلى من يعاني ويدفع ثمن ضريبة السياسيين والمتطرفين ومن تصدر المشهد ما يزيد عن 5 سنوات. هذا لقاء للأطراف الاجتماعية، تم دعوة كل الأطراف السياسية، من عسكريين، من سياسيين، من برلمان، من المسميات والأجسام والحكومات المتهالكة والموجودة الآن. وبالتالي نحن نطمع إلى أن يكون هناك مخللات حقيقية، وأعتقد أن اللقاء في ذاته هو حل. عندما التقت المناطق الشرق البلاد وغربها وجنوبها هو ذاته لقاء جمعهم في يوم جمعة في ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار. إضافة لذلك، ما علاقة ثورة 17 فبراير؟ الثورة لا أحد يتزايد عنها، الثورة انتقلنا نحن من الآن مرحلة الثورة إلى الدولة، الكل دفع ضريبة، الكل شركاء في الوطن، كل من هو ليبي وليس مطلوب للعدالة ولا أسفك دماء الليبيين ولا صاب المال العام، هو ليبي وموجود على وسائل ومرحب به. لدينا ملفات شائكة تتعلق بالمهجرين والنازحين وغير ذلك، لماذا كل هذه التشاؤم وهذه الأسئلة المطروحة؟ طيب بما أنك أشرت إلى الملفات الشائكة سيد الشرع، اسمح لي هنا بالسؤال. ممثل المنطقة الجنوبية محمد الهمالي دعا إلى توحيد الصفوف وتفعيل المؤسسات القضائية والعسكرية والأمنية في ليبيا، كيف بإمكان الأعيان المساعدة في ذلك؟ نعم، الورقة الأخيرة التي ما زالت تعمل في البلاد هي ورقتين اثنين، النسيج الاجتماعي الليبي وسلطة القضاء العليا. نأمل من كل الأطراف السياسية أن تنأى بنفسها وأن تبتعد عن إقحام هذه الأطراف أو انحياز إليها. وبالتالي الدور الاجتماعي يعمل منذ 5 سنوات، هناك العديد من المبادرات قدمت. نحن لا نستطيع أن نستهزأ بمسألة أن الملتقيات عديدة والاجتماعات، نحن نأمل أن تكون الاجتماعات بالآلاف بل بعشرات الآلاف. هذه لقاء طيبة، نحن نسعى إلى لم الشمل، إلى توحيد الصف، إلى جمع شتات البلاد. أما أن الشخص الذاتي فحقيقة أعتقد أن الضيف الكريم هذا شخص محلل سياسي، وهذه الأمور إحنا وقتنا ضيق، وحقيقة يجب أن نتناول الأمور بكل واقعية وبكل موضوعية وبكل أمور يجب على الجميع أن يلتزم بها. الدور الاجتماعي دورة يسعى لرابط الصدع لتقريب وجهات النظر، ليس هو الدولة، من يتصدر المشهد هو من يتحمل مسؤولية الأوضاع التي وصلنا إليها.
طيب سيد العبدلي، بحسب ممثل المنطقة الشرقية في الملتقى رزق حنيش، فإن قبائل برقة تدعم جهود المصالحة الوطنية بين المدن، كيف تقيم هذا الموقف؟ ما في شك طبعا برقة كانت سباقة لدعم جهود المصالحة الوطنية في كل المناطق. كيف تدعمها اليوم؟ احنا بالنسبة للشق القانوني اللي تطرق له ضيفي، قد نتطرق الى الشق القانوني، كيف تدعم قبائل برقة مثل هذه المواقف الان وفق اخر التطورات الحاصلة على الساحة؟ نحن ما نشفي مخاصمة، نحن ندعو للمصالحة. الدعوة للمصالحة ما لهاش علاقة بالجانب القانوني، نحن المشكل اللي امامنا هو عدم وجود الإرادة السياسية لتنفيذ ما تصل اليه لجان المصالحة، يا اما عن قصد يا اما هي ماهيش قادرة نتيجة ضغوط اخرى. ف من سنة 2011 كان اول وفد سمي بوفد برقة واتجه نحو الجبل الغربي ونحو خوتنا في المناطق الغربية، وتمت فيه مشاريع كبيرة، تمت في تقريب وجهات نظر، تم فيها رأب بالصدى، وقدمت مقترحات، قدمت حلول واتفق عليها من المجالس العسكرية في الجبل وفي الزاوية وفي غيرها ومن العقلاء والحكماء، ولكن الإرادة السياسية أو الناس اللي بتنفذ في الدولة الحكومات السابقة ما كانتش عندها الرغبة في رأب الصدى وفي إتمام المصالحة. هذه ناحية. الناحية الثانية، احنا عندنا إرث كبير بالنسبة لليبيا، يعني ما هيش أول مرة هي. لو الناس الخبراء والمحللين والناس البحاث تتبعوا لتاريخ ليبيا ولحروبها الأهلية وكيف تمت، ما كانش في مجتمع دولي احنا، ولا كان فيها خبراء يجونا من الخارج، ولكن كانت في جهود فعلا محلية وكانت تتم المصالحات، وربما ارثنا كبير واحنا اكبر تجربه من كل الدول اللي تمت فيها الحروب الاهليه. وبالتالي احنا بامكاننا ان احنا نصل الى مصالحه وطنيه محليه بجهود نفذاتيه، ولكن هذا يتطلب الجهود او الجهد الحكومي، يتطلب المؤسسات الدوله اللي هي تتحمل جبر الضرر. فلا ما عندهاش الامكانيات لها زي اعمار المدن، زي يعني مبالغ ماليه كبيره قد يتطلبها الموقف، وبالتالي هذه هي من شان الدوله. فهذا اللي ينقصنا، لكن فيه جهود مبذوله، فيه لجان، فيه ناس عقلاء، فيه حكماء، الليبيين حاليا كلهم يسعوا على رأب الصدى وللمصالحه ويدعموا في هذا الاتجاه. طيب سيد العبدلي، يعني ملتقى نالوت أيضا كان أحد الأشياء التي شدد على أهمية العمل بها هي جبر الضرر وتطبيق العدالة الانتقالية، ولكن في وجهة نظركم ما الآليات التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك؟ هذه مصطلح الحقيقة غريب بالنسبة لمجتمعنا احنا الليبي. احنا نعرف المصالحة هي عن طريق العرف فيما بيننا. طبعا العرف فيما بيننا ما هوش خالي من جبر الضرر، سواء كان على المستوى الفردي او الجماعات او المناطق او المدن. فجبر الضرر عاده بتتحملها الدوله. ميزانيه الدوله ممكن ان يعاد بناء المدن والاعمار والتعويضات، وهذه امور، هذه الاليات اللي يفترض ان يتم. يعني ممكن المجتمع الدولي او الخبراء حتى الليبيين، هي مشكلتنا احنا خبرائنا الليبيين والبحاث ما همش شاديين بهالجانب. فاحنا بنحتاجه مثلا الجانب الفني اللي هي عمليه حصر اضرار بكل انواعها وفي كل مجالاتها. وبالتالي من لما تحصر الاضرار ساعتها بيطلع القيمه اللي احنا نحتاجونها في اي مجال من المجالات، والدوله تتبنى هالجانب. لكن طيب، الجوانب الاخرى بالنسبه لتقريب وجهات النظر، بالنسبه للمصالحه بين المتخاصمين، فهذه هي بتقوم به اللجان الصلح المحليه. وهذا امر الحقيقه تم في السابق وتم حتى في وضعنا الحالي، ولكن هذا ما ينقصنا. طيب هنالك نقطة سيد العبدلي قلتها منذ قليل، هي فيما يتعلق بأن تم التوصل وطرح العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمصالحة، ولكن كان هنالك
في بعض المراحل السابقة تعنت لربما من الأطراف السياسية. هنا سيد إسماعيل، كيف ترى قابلية أن يسفر لقاء الأعيان والشيوخ في نالوت من جميع المناطق عن لقاء مماثل يضم الأطراف السياسية المتخاصمة لنقول؟ حقيقة يجب أن يبدأ بشكل شفاف وواضح من يخاصم من ومن يصالح من. نتمنى من السادة الكرام، وليس تزيدا عن حد، بالعكس هذه جهود طيبة، ولكن ما يجب كشفه وتوضيحه للجميع من يصالح من. أعطنا الأطراف المتخاصمة وحددوها بدقة، ثم كيف تم وضع البنود يجب أن تحدد أيضا بدقة. إذا أعطي أيضا للنظام السابق كلمة أولى، فنحن نتكلم هل هو نظام تم إزالته أو ألا نظام. يجب أن يشار للأمور بمسمياتها، هل هم كتلة موجودة أم هم أفراد مبعثرون مطلوبون بعضهم طيب سيد إسماعيل، حتى لا يتحول النقاش إلى طرح أسئلة، أن يكون هناك نتائج لا مجرد درامات في العيون. طيب حتى لا يتحول النقاش إلى طرح أسئلة، يعني سيد الشرع يمكننا طرح أعذرني سيد الشرع أوضح أن جميع الأطراف حضرت، حتى لا نقف عند هذه النقطة سيد إسماعيل. أيضا إجابات شفافة. طيب لندع النقاش يمر، بما أن سيد الشرع أوضح أن جميع الأطراف حضرت ومثلت جميع المناطق، أعتقد أن هذه إجابة إلى حد ما عن أسئلتك، ولكن لنعود إلى السؤال الذي طرحته سيد إسماعيل لنستثمر الوقت لو سمحت. هل تعتقد أن لقاء مثل هذا ما بين الأعيان والحكماء قد يكون له لقاء آخر مماثل ولكن بين الأطراف السياسية؟ نعم، من المهم جدا أن يكون ما بين الأطراف السياسية، وأن يكون هناك اعتراف بما بينها، وأن يكون تتجه الدولة إلى دولة مدنية لا أن تظل متمسكة بالماضي عبارة عن نوع من الإرث. نعم يجب أن يكون هناك تحول، يجب أن تنتهي المرحلة الانتقالية، يجب أن يكون هناك تفكير في تقوية الأجهزة سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو السلطة القضائية، يجب أن يكون هناك فصل في السلطات، يجب أن يكون هناك تحول في هذه الدولة من دولة بسيطة إلى دولة قادرة على فعلا على إنتاج حلول لإشكالياتها، يجب أن تدعم الجهود ولكن في إطار قانوني، يجب أن تشار إلى أن هذه جهود طيبة، ولكن يجب أيضا التوضيح بشكل شفاف من هم الأطراف. حددوا لنا الأطراف، من هم الأطراف المتخاصمة حتى يتم صلاحتهم. حددوا أطراف لها شخصية اعتبارية وواضحة، وللجميع يجب أن تقال، يجب أن يقال أن الذين حضروا هم كذا وكذا، وهؤلاء للشعب الليبي هل هم حقيقة ممثلون أم غير ممثلين، هل هؤلاء نتيجة وضحت فكرتك سيد إسماعيل دون أن يكون هناك نتائج، هل هي مجرد درامات في عيون؟ طيب وضحت فكرتك سيد الشرع. هنالك خلاف نشب في الملتقى بشأن إلقاء الكلمات، ما الأسباب التي كانت تقف وراء ذلك؟ هو ليس بخلاف، هو نقاش بطبيعة الحال هي دلالة واضحة على حبهم للوطن للوفود المشاركة. أعطيت الكلمات إلى الشرق الليبي وإلى الغرب وإلى الجنوب الجهة الراعية لهذا المنطقة، وبالتالي لم نحن أي خلاف. ما تم مطالبته هي كلمات من بعض الوفود الأخرى، وقد تم تسوية هذا الأمر، وليس خلاف بل هو نقاش، وهي دلالة واضحة على حبهم للوطن، والكل يريد أن يتحدث بالمصالحة وتقريب وجهات النظر والانتقال من هذه المرحلة التي يعاني ثمنها المواطن الليبي من قبل الأطراف السياسية التي تصدرت المشهد. طيب سيد جنا، سيد الشرع، ايضا هنالك نقطه اخرى طبعا الى ان يلتحق بنا سيد جنا من جديد الذي فقدنا الاتصال به. هنالك ممثل بلديه الزنتان في الملتقى اشار الى وجود عمل جدي بين جميع الاطراف للوصول الى المصالحه الشامله، ما المقصود بالعمل الجدي هنا ومن يقوم عليه؟ نعم، العمل الجدي، هناك فراغ سياسي تمر به البلاد، هناك انقسام حاد بين الأطراف، سواء من عدم الثقة فيما بينها، سواء من عدة إشكاليات نعانيها، هناك وضع تشريعي معقد، هناك تدخل من قبل البعثة الأممية في الشؤون الداخلية الدولة الليبية، هناك عدة أمور يسعى بكل قوة وواقعية النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي المتواجد اليوم والممثل لكافة المناطق والمدن الليبية جغرافيا، يسعى من خلال اللجان التي شكلت مساء اليوم بالتحرك الجاد إلى الأطراف المتنازعة فيما بينها لتقريب وجهات النظر ولإعلان. فبالتالي لقاء نالوت اليوم هو إعلان لمبادئ حاكمة من خلالها ينطلق المجتمعون إلى تطبيق المخرجات هذا اليوم إلى نتائج حقيقية تصب في
صالح المواطن الليبي والخروج من بلادنا برا الأمان بعون الله. طيب سيد العبدلي، كما قال الآن سيد الشرع، هذا الاجتماع أسفر عن مبادئ حاكمة، هل تعتقد أن هذه المبادئ الحاكمة ستحظى بقبول في المنطقة الشرقية مثلا؟ نعم كنت نعم في الاستماع كنت قد سألتك عن مخرجات هذا الاجتماع وما أسفرت عنه من مبادئ عامة بحسب وصف السيد الشرع، هل تعتقد أن هذه المبادئ العامة ستحظى بقبول في المنطقة الشرقية مثلا؟ هو كل شيء أنا زي ما قلت لك في البداية، يعني ما هيش التوصيات الهائي أو المبادئ ما هيش الأولى، احنا من 2011 و أمور محددة ومعينة ينادي بها الشارع وينادي بها الليبيين، فأي شيء يتم عنا رعب الصدع، وأي شيء يتم عنا لقاء الليبيين، وأي شيء ممكن أن احنا نقدر أن نأسس لدولة مدنية، فعلى هاي مطلوب ويدعم الشرق بكل قوة، يعني ما هيش. فبالنسبة للنظام السابق اللي هو يحكي عليه، فالنظام السابق الحقيقة هم جزء من الوطن، هم الليبيين، والإنسان اللي هو عليه مآخر أساسه، الإنسان اللي ما عليهش مآخر فهلا ما فيش داعي إن هو يكون خارج البلاد وهو يتعرض لمآسي ويتعرض لمضايقات ويتعرض لأمور كثيرة، فهو في النهاية ليبي، أسرة ليبية، وفي النهاية منها نسيج، وينتمي لعائلة، وينتمي لقبيلة، وينتمي لوطن. وبالتالي احنا لماذا المصالحة؟ إذا كان المصالحة ما تبيش ما هيش ما بين الفرقاء، احنا بنصالح من يعني؟ هؤلاء اللي بنقول عنهم النظام السابق أو رجال النظام السابق، فهم الحقيقة ليبيين، واحنا لابد ان نهتم بهم، اللي معلش مآخذ هذه لابد ان يرجع، واللي هو عليه مآخذ لابد ان لما تكون في مؤسسات ويكون في قضاء ويكون في كذا يقدم للعداله هو وغيره، يعني حتى من ثوار 17 فبراير، مش غير نظام السلطه بس، يعني اي واحد اخطا في حق الشعب الليبي او اجرم لابد ان يقدم للعداله، يعني سابقا او لاحقا. بالتالي الشرق هو بيدعم كل ما من شأنه في مصلحة البلاد ومصلحة العباد، هذا هاي بالتأكيد، وفي مبادرات كثيرة من الشرق، وبندعم أي مبادرة في الجنوب وإلا في الغرب هي لمصلحة الوطن وهي للمصالحة ولرعب الصدع ولإيقاف نزيف الدم. طيب في هذا السياق سيد إسماعيل، هنالك العديد من المبادرات جابت البلاد مؤخرا، أسفرت عن اتفاقات وحالة من السلم مثلا في الجنوب الليبي بين تبو والطوارق، بين تورغا ومصراتة، أو أنها عبدت طريق من الثقة بافتتاح طريق ساحلي مثلا، إلى أي مدى بإمكان البناء على مثل هذه المبادرات لتحقيق مصالحة شاملة برأيك؟ جيدا أن يكون هناك مصالحات، جيدا وأجود منه أن تكون هناك تايج، جيدا أن يكون هناك لقاءات، ولكن الأجود فيه في أن تتحرك المؤسسات الرسمية في أن يكون لها دور، سواء كان الذراع التنفيذي أو الذراع التشريعي أو الذراع الرقابي، نتكلم على واقع عملي. لماذا لا تعترف إذا كانت بداية؟ يجب أن يصالح ما بين هذه الأجهزة، إذا كانت الأجسام الثلاث لا تتبادل الاعتراف فيما بينها ولا ترضى ببعضها ولا تستطيع حتى الاجتماع فيما بين أعضائها، كيف يمكن حقيقة أن يتم اللجوء إليها فيما يتعلق بحل الخلاف؟ الواقع العملي نعم هناك إشكال، وإشكال كبير بالمطلق، لكن أيضا ما يجب أن يشار إليه، يجب أن يسير مفهوم المصالحة متجانسا ومتوافقا مع مفهوم العدالة، وهذا بشكل بالمطلق. ثم ثالثا يجب أن يشار أيضا إلى أن اختزال والاتجاه نحو الدولة المدنية المتجهة إلى إمكانية أن يلجأ للقضاء في حالة وجود خصومة أو حالة وجود نزاع، لا أن يلجأ. نعم الأشياء
الاجتماعية ربما تخلط كثيرا من الأشياء، ولكن أيضا ما يجب أن يشار إليه، ليبيا تحتاج إلى الكثير. جيد أن يكون هناك اجتماعات، ولكن الأجود أن توجد نتائج، وأن تكون هذه النتائج متجهة إلى تحقيق، ويمكن أن تخلق لها آليات قانونية قادرة على التحقق، وأن تكون هذه إجراءات ملزمة أو شبه ملزمة. نعتقد أن هذا يفتقر إلى الكثير. نعم هناك إجراءات وإمكانيات يجب أن توظف، ولكن ما يجب أن يشار، يجب أن يكون هناك متجهين إلى وجود دولة ومؤسساتها، وأن تقوم هذه الدولة بواجباتها. على المجتمع الليبي أن يلجأ إلى تقصير المرحلة الانتقالية، وأن يولد دستور، وأن تكون هناك محاكم، وأن يتجه إلى إمكانية أن يرأب الصدع في إطار قانوني وفي إطار قضائي، وأن تبنى مؤسسات بالشكل الفعلي. نعم يجب أن يكون هناك لقاءات، ولكن اللقاءات يجب أن يكون واضحة المعالم أيضا، وواضحة الإجراء، وواضحة المحاور، وأن يقطع أيضا من حق المشاهد ومن حق الجميع أن يخبروا الجميع من الذين حضروا وكيف دعوا ومن هم الأسماء. ما ليس هناك خلل. طيب وضحت فكرتك سيد إسماعيل، يعني أنت كنت قد طرحت هذه الأسئلة في وقت سابق. وضحت فكرتك سيد إسماعيل. اسمح لي أن أنتقل إلى سيدة الشرع لو سمحت. سيدة الشرع، ما هي برامج العمل المطروحة أمام اللجان المنبثقة عن الملتقى، ملتقى نالوت؟ بشكل الملفات المطروحة هي ملفات عديدة، يعني ملف المهاجرين والنازحين مصالحة بشكل عام، ملف الأطراف السياسية، ملف الأطراف الأمنية. بالمناسبة حضر هناك عدد كبير من ضباط الجيش وكذلك الأطراف الأخرى، التقوا فيما بينهم، تناقشوا على العديد من الأمور التي تخص المؤسسة العسكرية وغير ذلك. فهذه اللجان ستقوم لدي أمامها الكثير من الصعاب والكثير من الإشكاليات والتحديات في ظل الظروف الصعبة الآن الحرجة التي يشهد فيها المسار السياسي تعكر كبير جدا. بالتالي تعمل هذه اللجان، سوف تنطلق بعون الله تعالى خلال أيام قليلة، مشكلة من مختلف المناطق لربما تكون لها تأثير بعون الله تبارك وتعالى. طيب خلال أيام قليلة، هل من مدى زمني محدد لتجز كل لجنة ما تم تكليفها به؟ لم أستمع إلى السؤال. هل هنالك أي إطار زمني محدد لعمل هذه اللجان وأداء المهام التي كلفت بها؟ مهام اللجان؟ نعم، اللجان التي أكلت لها مهام وانبثقت عن هذا الملتقى، هل من إطار زمني محدد لعملها؟ نعم، هي اللجان من مختلف المناطق والمدن ستبدأ بعون الله تعالى خلال أيام للقاء بالأطراف ولموضوع مشروع عام من خلاله نخرج به اللجان الذي تتابع الاشكاليات المتعلقه سواء فيما يتعلق بالشق الاجتماعي او الاشكاليات الاخرى بالملفات المطروحه السياسي والامني. طيب سيد العبدلي، هنالك ملفات عديده مطروحه امام لجان الملتقى ايضا الان، برايك ما اصعب هذه الملفات؟ والملف الصعب واحنا الملف السياسي كنت تقول. لا، احنا نتمنى ان الفرقاء سواء في مجلس النواب او في المجلس الرئاسي وهذه الاحكام انها تتفق وتلتئم وتحاول على اساس انها تخرج لنا حكومه على اساس ان لان هي اللي بتاسس لنا المؤسسات وهي اللي حتكون بتحل لنا الاشكاليات والازمات والمستحقات في هو اصعب ملف. طيب هل تعتقد ان هنالك اجماع على هذه الاطراف التي ذكرتها ومساله تشكيل حكومه من قبل مجلس النواب و المجلس الرئاسي، هل تعتقد أن هنالك إجماع على أصلا شرعية هذه الأطراف في وجهة نظر الأعيان الذين حضروا ملتقى نالوت، خاصة وأنهم شددوا على أهمية أو على رفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، وسيد الشرع أشار إلى البعثة الأممية إلى ليبيا في ذلك؟
هذا ما في شك طبعا، احنا كل الليبيين الشرفاء الوطنيين رفض شأن محلي. بالنسبة للحكومة، المجلس الرئاسي ومجلس النواب، احنا ندعو لتوافق. في حالة ما يتم في التوافق على مستوى المجلس الرئاسي، احنا نعرف ان مجلس النواب هذا منتخب ومن كل مناطق ليبيا، من كل الدوائر في ليبيا، بالتالي المجلس الرئاسي لابد ان يتم عليه التوافق، وبالتالي لابد ان يتم لنا حكومة قادرة مؤهلة لحل الأزمات الموجودة وفي فترة محددة حتى يخلو الدستور، وبالتالي نقدر ان احنا نصل لغايتنا ولأهدافنا. الملف الثاني والمهم هو الملف الأمني. احنا نعرف كل الليبيين ينادوا بالجيش وبالشرطة وبالأجهزة الأمنية، وبالتالي لابد من الأجهزة الموازية للجيش وللشرطة والأجهزة الأمنية، لابد من تفكيكها ولابد من حلها. إذا كان تم تفكيكها وحلها، الجماعات أو المجموعات المهددة أو الأشخاص اللي هم يمتلكوا ترسانات من الأسلحة ومن الأموال، فهم حيكونوا في خطر بالنسبة للمجتمع الليبي والشعب. لكن فككت هذه الجماعات وحلت وأصبح عندنا جيش، لأنه هو اللي يحمي الوطن والحدود، وأصبحت عندنا شرطة وأجهزة أمنية تحمي الأمن العام. فإذا كان ما تمش ظهري حتى هو ملف شائك ومهم. وإحنا عندنا في المنطقة الشرقية من ساعد لغاية الوادي الحمر، فالمنطقة في أمان تام، لأن سيطر الجيش بشكل عام، سيطرت الشرطة وخلت أماكنها ومراكزها، سيطرت الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذا أصبح واضح للعيان. طيب هذه هي أهم ملفات، يعني يفترض أن احنا الملفين السياسي والأمني. طيب الجانب الثاني المهم، نعم سيد العبد، اسمح لي فقط أن ننتقل إلى سيد جنان أيضا ليبدي وجهة نظره حول ما الذي بإمكان الأطراف الفاعلة على الساحة سيد جنان أن تفعله اليوم لتجاوز الملفات الصعبة الأمنية والسياسية تحديدا التي أشار إليها الآن سيد العبدلي من أجل تنفيذ ما تمخض عن ملتقى نالوت. أولا آسف على القطاع الحاصل الذي حصل معي بأسباب خارجة عن إرادة، بخصوص ما هي الإمكانيات التي يمكن ملتقى نالوت وبعد توصياته أن يتوصل إليها، أو ما يمكن أن يستطيع أن يفعله، وهو كما قلت في أول اللقاء بأن تشكيل اللجان ومتابعة اللجان ومساءلة اللجان ومحاولة، وسيكون هناك ملتقى نالوت رقم 2 وملتقى نالوت رقم 3 في الشهور القادمة إن شاء الله، لمتابعة ما مدى فاعلية هذه اللجان وما مدى إلى ما توصلت إليه هذه اللجان من في مقابلاتها لكل الأطراف المختلفة السياسية والتشريعية والتنفيذية، وكذلك اللجان التي ستهتم بالنازحين سواء في الداخل والخارج أو في كل الملفات التي ستوكل إليها إن شاء الله. طيب في هذا السياق سيد جنان، اسمح لي أن أنقل لك تساؤل ربما طرحه سيد العبدلي. يعني منذ عام 2011 بحسب قولي عقدت العديد من ملتقيات المصالحة، ولكن يبدو أن رأب الصدع والسلم ومسألة المصالحة الشاملة في ليبيا لم تتحقق بعد، وأنت أشرت أنه هنالك إمكانية لعقد ملتقى نالوت 2 و3. يعني ما أهمية عقد كل هذه الملتقيات وعدم إمكانية التوصل إلى حل جذري للأزمة الحاصلة في ليبيا؟ أولا أريد أن أعقب عن هذا الكلام بأن فشل الليبيين من الناحية القضائية، لأن في كل بلاد العالم نعرف أن في حالة انتهاء فترة برلمان أو مؤتمر عام يجب أن نعود إلى الانتخابات المستعجلة، الانتخابات المبكرة. ولكن في ليبيا تأخر هذا لأسباب قد يكون لثقافة المجتمع الليبي، لأسباب قد نعلمها أو لا نعلمها، مما جعل
المسار القانوني والقضائي لم يأخذ مجراه. تحول الشعب الليبي بمؤسسات المجتمع المدني بالشيوخ والأعيان وإلى محاولاته لسد هذه الثغرة بأن يقوموا بمثل هذه الملتقيات، ولكن أرى للشعب الليبي عليه في حالة عدم توصله أن تبدأ مسيرات ومظاهرات لإجراء انتخابات مبكرة، وهذا طيب. أراه الحل الأمثل والأسرع. وضحت فكرتك في هذا السياق. الحكومتين في كل المناطق وبرلمانين ومصرفين ومؤسستين. طيب. وضحت الفكرة على كل حال، أجبت على سؤالي بطريقة أخرى. ينضم إلينا الآن الناطق باسم مجلس شورى وحكماء سبا حسن رقيق. أهلا بك سيد رقيق. بداية، كيف تقيم مخرجات ملتقى نالوت؟ الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله، ورحب بك وبضيوفك الكرام. أنا طبعا كنت مشارك في مع سيادتك في ذي الحجة الفارط، وتحدثت وكانت يعني وجهة نظري في محلها والحمد لله، وكان معي السيد أيوب في اللقاء. وأنا دائما المشكلة لابد أن يعلم الليبيين جميعا أننا مختلفين سياسيا. هذه الاجتماعات الكبيرة لا تحل مشكلة من مشاكل ليبيا. المصالحات تكون بين مدينتين، كما نجحت اليوم وأبارك نجاح إخوان المشاشة والقنطرار. المصالحات تنجح عندما تكون مدينتين، كما نجحت بين الزاوية والزنتان. تنجح عندما تكون بين مدينتين، كما نجحت بين في أباري بين التبو والطوارق، بهكذا تنجح. لكن اجتماعات كبيرة باختلافات سياسية كبرى وعميقة يضم كل يجتمع كل الأطراف الليبية حتى يتصالحوا من المستحيلات السبع كما يقال. نحن الآن مختلفين سياسيا جدا. إذا أردنا أن نحل المشكلة، أولا أبارك ولكن أتمنى تمنيت أن لا يحصل هذا الخلاف في نالوت، في نالوت بالذات، أقصد نالوت لأنها هي مجمع ليبي وتنال احترام كل الليبيين والليبيات في ليبيا باعتبارها موقف محايد، مدينة يحبها جميع الليبيين والليبيات والجبل كله. لكن تمنيت أن يكون الحراك غير ذلك، أن يكون الحراك كما قلت في السابق، أن يجند له مجموعات تحت إشراف البلديات تتصل بالفرقاء السياسيين الذين أصبحوا يتكئون على عكاز العسكر وينفذون مطالبهم حينا بعد آخر. نعم طيب، ولكن بما أنك تشير إلى العسكر، هل تتوقع الأطراف السياسية والعسكرية أن تصغي لمخرجات ملتقى نالوت وتعمل بها؟ لا، مستحيل، لن تعير لها أي اهتمام، وبدليل عدم حضورها لها لن تعير لها أي اهتمام. أختي، نحن يجب أن لا نكذب على أنفسنا، يجب أن نكون صادقين معنا ومع شعبنا. هذه أمور تريد أمور أخرى، تريد أمور سياسية، صلح سياسي، تريد أمور ضغط على السياسيين، تريد توحيد البرلمان، تريد إنشاء حكومة مستعجلة. لا، نحن مختلفين عن نفط حتى لا حتى بعد صدر أصبح هناك تصدير للموانئ، نحن مختلفين. نحن ليس شغلنا المصالحة والحكماء والإعيان، هذه الملفات لا علاقة لهم بها. هذه ملفات دول، ملفات دولة، ملفات مؤسسات دولة، ملفات مؤسسات الداخلية، مؤسسة الاقتصاد، وزارة الدفاع، وزارة حكم الجيش. هذه ملفات لا يحلها المدنيين. نعم سيد العبدلي، إذا وفقا لذلك ما المطلوب توفيره من الأعيان والمشائخ في عموم البلاد لتحقيق مصالحة شاملة، على الرغم من أن الآن سيد رقيق يعني بدأ وكأنه يقول أن الأطراف السياسية والعسكرية لن تلتزم بمخرجات ملتقى نالوت تحديدا؟ والله هذا هو رأيته، هو ذكر أن البلديات منتخبين لغرض تقديم خدمات محلية للمواطنين. في البلديات ما مش قادرين حتى يزيلوا القمامة من الشوارع، ما مش قادرين ينظفوا حتى المدن. بالتالي البلديات او مصاحبين البلديات ما لهمش علاقة بالسياسة العامة. انتوا شفتوا بالنسبة للوضع الأمني
شفته من اقل من اسبوع لما الجيش حرر المواني النفطيه وقبلها كان محرر الحقول، شفتوا كيف تغيرت الوضعيه والاليه وكيف المؤسسه الوطنيه للنفط كيف تم عملها وكيف باركت الخطوه. وبالتالي نحن لابد ان بنركز على الجانب الامني بالدرجه الاولى، لان اذا كان ما فيش جانب امني وكان ما فيش جانب امني ما بدوش مجلس النواب يجتمع في طبرق. طيب ماذا عن الاعيان والحكماء؟ ما الذي بامكانهم ان يفعلوه لتحقيق هذه المصالحه الشامله؟ شهر وما هوش قادر يجتمع. طيب هذا فيما يتعلق بالجانب السياسي والأمني، كنا قد ناقشناه معك في السؤال السابق سيد العبدلي، ولكن الآن السؤال عن الأعيان والحكماء، ما الذي بإمكانهم أن يفعلوه اليوم لتحقيق مصالحة شاملة في ليبيا؟ المصالحة الشاملة المحلية هي أساس المصالحة الوطنية وبناء الدولة. إذا كانت تمت في مصالحة محلية زي ما ذكر بين القبائل وبين المناطق مش حتتم فيه مصالحه وطنيه. هم مين السياسيين ومنتخبينا والناس اللي بيديروا في الدوله؟ مش من هالقبائل ومن هالشريحه في هالمناطق المحليه مش في هالمدن؟ اذا ما تمتش المصالحه على هالمستوى لا يمكن ان احنا حننجح في المصالحه الوطنيه. وبالتالي حتى اقر من اسبوعين في تونس لما عملت الورشه لهذه بتاع منسقيه الامم المتحده لتقييم المصالحات الوطنيه، فعلا بالنسبه للخبراء اللي كانوا حاضرين سواء كانوا الدوليين او المحليين اقروا على اساس ان المصالحه المحليه وبالجهود المحليه هي اساس المصالحه الوطنيه في ليبيا. وبالتالي لابد ان نهتم بها الجانب، ولابد ان نرحب بكل خطوه من شانها تهدف الى المصالحه وراء بالصدع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء. طيب سيد جنان، في هذا السياق يطرح سؤال، يعني ما الضامن للالتزام بما تريده الاتفاقيات المصالحة بشكل عام حتى تكون هنالك مصالحة شاملة لليبيا، وتحديدا فيما يتعلق بملتقى المصالحة الخاص بنالوت، ما مدى الالتزام بما تمخض عنه؟ دائما الالتزام بمثل هذه الملتقيات هو التزام أخلاقي، التزام اجتماعي أمام المجتمع وامام الشعب. ليس هناك يعني قوانين تحكم عدم من لم يلتزم بمقررات ملتقى في نالوت او في غريان او في مصراتة. فالضابط هو اخلاقي، هو التزام، وهذا ما يلتزم به كل رؤساء الدول عندما تقوم مثلا مظاهرات او كذا، سريعا ما يستجيب الرؤساء لمظاهرات الشعوب، وهذه تعتبر مظاهرات ومسيرات يعني سياسية، مظاهرات سلمية، أو نطالب في الملتقى مثل هذا الملتقى بعدة أمور. فيجب على المسؤولين والجهة التنفيذية أن تستجيب لرغبة، لأن الملتقى ملتقى نالوت يمثل كل الشعب الليبي، يمثل كل من أعيان، من حكماء، من مؤسسات مجتمع مدني، من منظمات حقوقية. فإذا كان المسؤولين لا يستجيبون لكل هذه ما يعني الذي يجتمع عليه الليبيون في نالوت، فلمن يستجيبون؟ هل يستجيبون لكوبلر أو يستجيبون للأمم المتحدة؟ طيب سيد جنان، هنالك وجهة نظر طرحها سيد رقيق، لو سمحت أن نناقشها معك أنت أيضا. يعني هو أشار إلى أن هذه الاجتماعات الكبيرة لا تخرج بنتيجة عملية على الأرض، ما يثمر هو الاجتماعات التي تناقش قضايا محددة وتدرسها بدقة وتضع لها حلول عملية، استشهادا بذلك ما وقع بين التبو والطوارق في أوباري. كيف تقيم ذلك؟ سيد جنان، السؤال موجه إليك. نعم، لم أسمع السؤال. طيب أعيد لك سؤال من جديد. السيد أحسن رقيق أشار إلى نقطة، وهي أن هذه الاجتماعات الكبرى مثلا ملتقى نالوت لا تحل الإشكالية بشكل عملي، ما يثمر هو الاجتماعات التي تناقش خلافات بين طرفين وتضع لها حلول عملية، واستشهد هو بما حدث بين تبو والطوارق في الجنوب. كيف تعلق على ذلك؟ صحيح، هو أن هذه الاجتماعات لا تحل كل المشاكل، لأن يفترض أن الاختلافات ما بين البرلمان والمؤتمر والمجلس الأعلى يجب أن تحكمه المحكمة الدستورية، ولكن
الملتقيات يجب تستطيع ان تحل المشاكل بين المدن كما بين الطوارق والتبو وبين عدة مدن ليبيه بين مصراتة وتورغة الى غير ذلك، ولكن تبقى هذه اجتهادات يقوم بها الليبيون لرأب الصدع وللتوصل الى حلول ولجذب انتباه. طيب، هي اجتهادات يقوم بها الليبيون ولديهم مسؤولية اخلاقية تجاه مخرجات. اسمح لي هنا بالسؤال سيد رقيق، وفي اقل من دقيقة لو سمحت، ملتقى نالوت اسفر عن او قرر تشكيل لجان تعد خارطة طريق للمصالحة الشاملة. برأيك ما المنعرجات التي على هذه اللجان ان تراعيها لتتعامل مع الواقع الموجود وجميع الأطراف؟ المصالحة الشاملة يا أختي تريد من يحميها. المصالحة الشاملة هناك وراءها جبر ضرر، هناك وراءها أعطاء حق لمن يستحقه. تريد دولة، المصالحة الشاملة بد تكون هناك دولة، نؤسس للدولة ثم نتصالح. لكن مصالحة شاملة بدون وجود دولة، احنا الآن عندنا دولتين نهاجم في بعضنا في الإعلام، مش قادرين حتى نوصل حتى نسكت صوت الإعلام، وكأن دولتين في الشرق وفي الغرب، كل واحد يهاجم كل واحد فاتح إيده على بوحة. من المستحيل تكون هناك مصالحة عامة بدون وجود دولة. أشكرك جزيلا. بهذا نصل إلى ختام العاشرة، نشكر ضيوفنا. كان معنا من نالوت المنسق العام لرئاسة مجلس شيوخ ليبيا أيوب الشرع، ورئيس لجنة الاستقبال بملتقى نالوت للمصالحة والوحدة الوطنية عمر جنان. من الأبيار شاركنا في الحوار رئيس الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ برقة فرج العبدلي، ومن سبها الناطق باسم مجلس شورى وحكماء سبها حسن الرقيق، ومن طرابلس شاركنا الحوار في جزء من هذه الحلقة الباحث القانوني والسياسي محمود إسماعيل. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله.